رح نتابع محطاتنا ولما صارت موجودة معنا اليوم بحلقة أكيد بتلقى فيها اتصالاتكم مباشرة على الهواء وأيضا بتجاوب على أسئلتكم على الواتساب وشوفي لما صباح الخير صباح النور اليوم أكيد أسئلة من المشاهدين على الواتساب قبل ما ناخد اتصالات المشاهدين صح وعنا كتير أسئلة صح ومشكلة مشكلة وبعدين حسيت حالي حكيمة ما بالضبط بدي أقول لك في أسئلة طبية في أسئلة طبية هلا أكيد منحولها نحن دغري صح لأنه دائما الأشياء الطبية بتنعكس كمان على كيف واحد يهتم بمنظره لحتى يقدر يغطي الأوقات الأشياء اللي ما بيحبها بحاله أو الأشياء اللي بتزعجه هلا إذا في كتير أشياء كتير طبية رح أحولها لرواق أكيد مثل العادة بس يلا رح نمشي بالتسلسل يلا أول سؤال عن الباريز عم تسألك انه عندها باريز بإجريها كتير وعندها يهون كتير بشعين ما فيها تلبس تنورة لانه منظرهم مش حلو وشو الحل او عم تقلك رأعتين رقم حكيم هلأ رقم حكيم اكيد فينا نعطيها تحت الهواء صح مش مشكل بس بالنسبة للباريز طبعا ما في شي بغطيهم غير نسحبهم يعني هيدا اللي بده جاوبه في عليه طبيا الفاريز بينشيلوا بينسحبوا هيدا عملية بتريحك من الوجع لأنه الفاريز بوجع مش بس قصة منظر بترتاحي وبصير الشكل كتير أحسن وبضل أكيد بتصير فيها تلبس إشياء ممنوع عليها بس بحب هون نوه بشغلة أنه ممكن يرجعوا يطلعوا هالفاريز يعني هيدا عملية ما بعرف أكيد هون الحكيم بيأكد لها أكتر قديش بتضل إذا بتضاين أكتر قديه بتكلف هول كلهم الحكمة هن بجاوبوكن عليها يعني بس بوجودهم هلأ ساعتها ما فيها تلبس تنورة ما في شيء بغطيهم يعني أنه بدها تصير ما فيها تلبس كثير أشياء مزبوط يعني يا بدها تلبس كلهم إحنا بالصيف مش هتلبس كلهم هلا في كولونات صيفيه بس الكولونات الصيفيه ترانسبرنت يعني بلون الجلد ما كنا عملنا شيء بدك تلبسي حسي حالك انه ما بدك تضلك كل الوقت بالبنطلون او تنوره طويله او تنوره طويله انا بنصحك بشغله كثير حلوه وكثير درجه هلا البسي شورت وتنوره من هولي اللي فوقهم في مسلين في اشياء ترانسبرنت في اشياء كثير رقيقه بتكوني حسي حالك انه خي انا لبسي شيء شوي شفاف مبينين اجري بس ما بيكونوا مبينين كل التفاصيل صح السؤال الثاني انه تحت عيونها دائما اسود والفاونديشن عم بيزيد السواد شو الحل حتى احصل على بشره نضره كثير منيح كثير كثير منيح اول شيء في شغلتين بدك تعمليهم في العنايه بالبشره قبل ما نغطيها بالبرودكتس في عم بنحط حاليا نوع من برودكت بحتى الحكيم التجميل فقط لا غير لا استيتيسيان ولا حدا ما له علاقة بالتجميل عم بيعملوا انجكشنز نوع من يعني برودكت معين بيروح شوي من هالسواد هون بدك تسألي الحكيم المختص بهالشي بحال ما بدك تفوتي بقصة هالإبر نعم. في تغطية معينة للبلاك سيركلز ما بينحط الفاونديشن دايركتلي لأنه إذا حطيناهن دغري حتبيني كمان بيني سيركلز أكتر, أكتر. شو بدنا نحط وهون حسب لون بشرتك في عنا under the foundation أو under the concealer عنا لونين عنا الأورنج يلي على محمر شوي وعنا الأخضر يلي بنحط تحت الفاونديشن أو الكونسيلر هلأ أي واحد بيزبط مع لون جلدتك هون أكيد بتساعدك الاستيتيسيان لتقلك أي لون حسب إذا أنت جلدتك حنطية فاتحة أو بشرتك سمرة لأنه وقتا ما نحط هالألوان هيدي تحت الفاونديشن تعمل نوع من كوفرج أساسي يعني بنعمل بيس قبل بعدين بتتخاوى مع الجلدة بتخبي هالأزرق أو هالسواد بعدين منحط أي كونسيلر بدنا نحطه فأكيد وأنا بشكرك على السؤال لأنه هيدي مشكلة كل السيدات اللي عندهم بلاك سيركلز بيشوفوا حالهم أنه يا بدهم يحطوا كونسيلر كتير فاتح هيدا ما بيحل لأنه بتبين مثل الماسك ما فيك تحطي كمان غامق بتحسي حالك ما عملتي شيء
فضروري استشارة الميك اب ارتست على كل مطرح ما بتروحوا، على كل المحلات اللي عندها برودكتس تجميل بتسألوا الشخص اللي موجود، مفروض تكون هي فهمانة وبتدلك بالضبط اي لون تحطي تحت هالفاونديشن. السؤال الثاني عم بتقلك كانت حامل وصار عندها كلف تحت باطه وحوالين تمها، شو الحالة تتخلص منهم مع العلم انها كثير استعملت برودوي مرتب بس ما اخذت نتيجه بترضيها؟ هلا دفنتلي كل سيده حامل بتاخذ حديد، وقت بناخذ حديد وبنتعرض للشمس مش ضروري يكون تعرضنا للشمس دايركتلي يعني بالبحر او مطرح مكشوف، فيك تتعرضي للشمس اني تايم، يعني انت عم بتسوقي انت قاعده تحت الامبريلا الهب بيطلع كل شيء حديد فات على جسمنا، فاذا فات هالحديد ديورينج يعني خلال الحبل الحمل فترة الحمل طبعا بده يعمل كلف، بده يعمل نمش، وهيدا حلته صعبة لأنه بيدبغ، يعني هلا عم بيعملوا نوع من ليزر معين، كمان بدنا نروح عند حكيمة جلد أو حكيم جلد، هن المخولين يشوفوا لأي مدى هالكلف عامل مبقع، هل في مجال يخف، هلا ثلاث أرباعهم بخفوا كتير، هلا لا يخفوا كليا يعني الكلف خفيف جدا، فافضل ممكن اوقات يخفوا يمكن لفتره الشتاء بس بيرجعوا ببينوا الصيف اللي بعده لانه على الهب لحاله بيطلع حتى لو ما قعدته تحت الشمس، ف يعني بانتظار انه انتم تقرروا شو بدكم تعملوا وتشوفوا حكيم الدرماتولوجيست، بنصحكم تحطوا سان سكرين توتال 90 وما فوق، يعني هو صاروا بيقولوا خلص 50 وما فوق هو خلص، يعني هو انا بسميه 90 لحتى ما ياخذوا هيك يحسوا حالهم صاروا هن قالت لنا 50 انه 50 بركي بننزل على 40، خذوا السان سكرين الاقوى شيء لانه هيدا بده يصير عندكم مثل يعني شغله بحياتكم اليوميه، بدكم تدهنوا وشكم نص ساعه قبل ما تظهروا برات البيت فبالسيارة كمان، وأنا بنصحكم إيديكم لأنه نكون أخذين حديد كمان تغطوا الإيدين لأنه ما حتلبسوا كفوف بالصيف. ما هو هيك هلا هي كانت عم تقول أنه كانت حامل، هذا بوقتها أكيد بوقت وقت الحمل كان لازم يصير أكيد. لأنه الوقاية هي الأساسية وهي اللي بتحمي أكيد مزبوط. من هالموضوع. عم بتقول سيدة كمان شعرها كتير عم بهر وهلا على مية البحر وأيضا على مية البيسين والكلور عم بيزيد الهر، شو برأيك لازم تعمل؟ هلا الشعر اللي عم بيهر عنده أسباب كتير، هلا هون ما بعرف ايش هي قالت انه انا حامل كانت؟ لا لا لانه عاده انه عندنا كثير اسئله من الحوامل فعاده الشعر خلال السنه بيغير، يعني عندنا شعر بهر يمكن اوقات ما بنحس فيه لانه بيكون شعرنا سميك، بس هو بهر مثلنا مثل الشعر يلي منه سميك، بغير تغير البصله وبهر الشعر. اكيد في اسباب تاني بتخلي الشعر يهر، يعني اذا عاملين دايت قوي شعركم بده يهر، اذا عم تاكلوا غلط شعركم بده يهر، اذا كنتوا مولدين جديد كمان الشعر بده يهر، ستريس ما تاخذونا يعني بفتكر كلنا عم بيهر من ورا ستريس، اكيد كل شيء في عوامل طبيعيه بتساعد انه هالشعر يهر. يلي فينا نعمله هو التالي، اكيد بدنا ننتبه على طريقه اكلنا وبدنا ناخذ فيتامينز اول ذا واي، ان كان بالاكل او ان كان حبوب، في فيتامينز خصوصي بالفارماسيز واللي ما بدهم وصفه طبيه فيكم تفوتوا على الفارماسي بيعطوكم فيتامينز ضروري تاخدوها مشان الشعر ما يهر. بعدين في عنا اكيد كيف بدنا نهتم بشعرنا اذا نحن بننزل على البحر، اذا بنسبح كثير ننزل على البول، انتم بتعرفوا انه بالبولز في كلورين كثير قوي والكلورين بهر الشعر، اوقات المي اللي متحمم فيها بيكون فيها كالكير كثير قوي بهر الشعر. صحيح. وفي عندكم بلدان غير عن بلدان عندها كالكير اكثر بالمي، فدائما بدنا نبلش نستعمل شامبو غير اكيد الحبوب اللي حكينا عنها، بدنا نستعمل الشامبو الصح، بدنا نحط يعني ننتف شعرنا نحن وعم نمشطه، بدنا نحط كونديشنر على الاطراف
اذا شعركم بزيت بتحطوا كونديشنر على الطرف وبتفوحوا منيح. تفويح الشعر من الشامبو الاهم، لانه مش بس بخلي شعري هر، يعملكم قشره وبيكمخ الشعر، يعني بدها الشعر ما بتعود تتنفس. فتفويح الشعر كثير مهم. اذا المايكل كير شو بدنا نعمل؟ مجبورين حمام الشعر، بس قبل ما تطلعوا بتجيبوا مي حلوه، مي تشرب قنينة كبيرة وبتحطوها على شعركم لتكون آخر تفويحة تفوح فيها الشعر. يعني منشيل، منجرب قد ما فينا نشيل الكالكير تبع المي. وأكيد إذا شعركم كتير بينصبغ وبينعمل له ماش وبيتعب، بده يتعب، شو بنعمل؟ بدنا نقص، لأنه كل التريتمونات الدنيا كلها ما بتفيد إذا ما قصينا ترافل الشعر. فالشعر فعلا بقول لهم فيها حياة، الشعر فيها حياة ما تستلشقوا فيها. تمشيط الشعر كل يوم قبل النوم مهم. بعدين ما مننام شعرنا مي، منلفه بالمنشفة ومننام انه تطلع الطاجة ناتورال. كلهم بعرفهم انا ايه، انا كلهم هولي مجربتهم وبقلكم انه كتير بيضروا. فتنشيف الشعر ضروري، وما بنقرب السشوار على شعرنا عنه بعيد. وبهالطريقة بدنا قد ما فينا نحافظ على الكواليتي تبع شعرنا. هون سؤال عن الضفير، بتحب كتير تطول ضفيرة بس ما عم يطولوا قد ما اهتمت فيهم، شو لازم تعمل؟ هلا هون عندها مشكل. إذا شعرك ما سوري إذا ضفيرك ما عم يطولوا، في عندك أول شيء بروبلم بالكالسيوم. ضروري تشوفي قديش الكالسيوم بجسمك. إجمالا اللي بيكونوا ضفيرهم ما بيطولوا بيكونوا سنانهم كمان عندهم مشكلة بسنان، يعني الكالسيوم ضعيف، يمكن كمان بالعظم. بس هيدا مش شيء بيخوف، يعني تفكروا انه شيء ميديكال. بس لازم الواحد يعرف اكزاكتلي. اوقات في ناس اذا بتطلعوا بضفيركم مش بس ما بيطولوا وبيفسخوا، مداهم قصير، مداهم قصير معلش بس انتبه بيطلع لهم مثل زيح او نقط بيض على الضفر. يعني بتحسوا انه في هيك طشات بيض، هيدا كمان lack of calcium. فعم بدكم تاخذوا كمان بيلز لها علاقه بالكالسيوم، هيدا واحد لحتى يقوى الضفر. ثاني شيء عم بينحط على الضفير نوع من فورمالين اللي بحنطوا فيها الاموات. بس مظبوط، يعني انه اجمالا هيدا البرودكت، بس اكيد مش انتم بتروحوا بتاخذوها وبتحطوها. في عندكم فيرني معين بينحط تحت اللون بقوي الضفر. كمان موجودين بال سو هيدا ما عم تخوفيهم منه؟ لا ابدا يعني. اكيد لا بالفرماشيات، بس بدكم تعرفوا انه هيدا برودكت طبي وما بستعمله كيف ما كان وما ما بلحق الجلده. فالضفير كمان مثل الشعر لازم الواحد يعرف بالضبط ليه ما عم بيطول، ليه ما عم بيطول ضفري او ليه عم بيقصف شعري. نحن بنرجع بنشوفك بكره ان شاء الله لما بحلقه جديده، اكيد عندنا بعض اسئله رح نخليهم لبعدين، وبكره رح نحكي عن الرموش. اوكي، كمان لها علاقه، رح يكون عندي ضيفتي اماني صندقي رح تكون معي، رح نحكي كيف فينا نحافظ على رموشنا على البول ويبينوا طوال وحلوين بلا ما نحط مسكرة. ينتظروكي بكره أكيد. اكيد مع ضيفتك اكيد بعالم الصباح. رح ننتقل هلا لعند الشيف ورشه ملح. صباح الخير لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا. اليوم الاربعاء ومثل ما بتعرفوا مثل كل نهار اربعاء مشاهدينا منحضر وصفات سمك، وانا وصفاتي لليوم طبعا عندنا ثلاث وصفات سمك. ليه اليوم عندنا ثلاث وصفات مع عندنا اربع وصفات؟ لان بدنا نجاوبكم على الاسئله اللي بعثتوا لنا اياها على